لا من الأماكن القليلة في مصر اللي بالمستوى ده. صار عندنا انشاءات داخل الجامعه، عندنا مبنيين للمدرجات، مبنى لكليه الحقوق اربع مدرجات بمشتملاتهم، مبنى لكليه الطب في اربع مدرجات بمشتملاتهم استلموه واشتغلوا فيه. عندنا مبنى ضخم عملاق هنفرجكم عليه دلوقتي، مبنى كلية دار العلوم من أفخم المباني يمكن في الجامعات المصرية، هتشوفوه دلوقتي ده خلاص أوشك على الافتتاح، ده مباني كلية دار العلوم. عندنا ده اللي هو في القطاع التعليمي. في القطاع الصحي زي ما أنا أشرت في الأول، القطاع الصحي طبعا ده يعتبر النقلة الكبيرة قوي في جامعة ألمانيا. احنا زي ما انتم عارفين في 2014 او 15 مبنى المستشفى الرئيسي كان خد ازاله، خد قرار ازاله، واصبحت الجامعه بلا مستشفى تماما، وكانت دي طبعا نقطه فارقه. احنا جينا في 2018 ما كانش في مبنى للمستشفى عليه، اللي هو حضراتكم كنتوا داخلين على البوابه تشوفوه في مبنى كده برج ثلاثي الاجنحه، ده حاليا نسبه الانتهاء منه من الجزء بتاع التنويم اللي هو ثلاثي الاجنحه خلصان بنسبه 95%. الجزء الثاني اللي وراه اللي بيخدم عليه اللي هو الملحق بتاعه بتاع العمليات خلصان بنسبه 70%. وجاري التشغيل، جاري الشغل فيه، وبرده ربنا اراد ممكن في الجوله اللي هناخدها دلوقتي نطلع نبص عليه مع بعض، هتشوفوا بلدكم المنيا فيها ايه؟ فيها مستشفى يليق بالمواطن المنياوي، يليق بالمواطن اللي اتحرم فترات طويله من الخدمه المميزه، من حقه يبقى ياخد خدمه مميزه. احنا اشتغلنا على اعلى اكواد لخدمه المواطن، يعني هتشوفوا دلوقتي الغرف المجهزه على اعلى مستوى، هتشوفوا الغرف العمليات اللي هي على اعلى مستوى ممكن تتخيله، زيه زي الموجود في اي دوله اوروبيه وامريكيه. ده المستشفى المنيا الرئيسي بقوه او بسعه 330 سرير تنويم وبساعة 65 سرير عناية مركزة، ويشتمل طبعا على غرف عمليات عدد 12 غرفة عمليات بالإضافة للعلاج الطبيعي والمعامل والأشعاعات وخلافه، طبعا زائد القسم التعليمي وقاعات الدرس داخل المستشفى حاسين بيه وعارفين بيه، ولذلك كان الشغل عليه بكل قوة وبكل دعم للأمانة. والنقلة اللي حصلت فيه اللي ما شايفهاش يبقى ما بيشوفش من الغربان، زي ما بيقول المثل الشعبي، يعني نقلة كبيرة، نقلة محترمة. المستشفى النسا مستشفى قديم عندنا في 14 غرفة عمليات، من يوم ما أنشئ لم يتم رفع الكفاءة بتاعتهم. احنا مدخلين ال 14 غرفة عمليات دلوقتي واحنا بنتكلم رفع كفاءة، عشان برضه يتناسبوا مع التطوير اللي حاصل في قطاع الصحة. انا استعرضت لكم بسرعه شديده مستشفى طب الاسنان، يعني مستشفى طب الاسنان ده مستشفى قائم وشغال وناجح ومتميز يعني، لكن انا الكلام كله كان منصب على اللي اتعمل في الفتره القليله الماضيه، وشافه المجتمع حس بيه وشافه سواء في القطاع التعليمي او في قطاع الصحه، وانا تحت امركم يا جماعه نبرزها، والسلبيات شغالين عليها ومش ما حد بيسكت، ما حدش ساكت على حاجه خالص، لا المواطن ساكت ولا الاعلام ساكت ولا احنا ساكتين، وكله بيوصل الاعلام الغير هادي. يعني ما يعني انا مش عاوز يعني واحد ضرب الدكتور في محضر، في محضر دلوقتي الدكتور اللي هو في الاستقبال. طيب ونزلوا لما الامن حب يمنعهم، نزلوا ساروا المكان ده، نزلوا ناحيه الحته اللي فيها السيارات عشان يكسروا السيارات، فراح الامن جاب الخشب اللي سيادتك شفته ده راح يقفل بيبان الجراج عشان ما يدخلوش، عشان يعني مرضى يمسمروا عشان ما حدش يقدر يدخل جوه، تمام. والواقع حاليا قيد التحقيق، والشركه اوقفت الثلاث موظفين بتوعها او ثلاث افراد امن بتوعها وذلك تحقيق، وتعرضوا على النيابه كمان والنيابه افرجت عنهم، والواقع امام النيابه وامام الشركه وامام كل الناس. معلش يعني احنا بنتعرض للموقف ده يوميا يوميا يومي.
صح؟ ده كل المستشفيات تمام؟ كده. يومي ومش احنا بس، ده كل المستشفيات على هذا الشكل. حتى الصح. ايوه اتفضل. ده من الاماكن القليله في مصر اللي بالمستوى ده.